سموه بالآمين قبل ظهور الدين، فكان أكمل البشر بلا ضلال أو كدر، مجافيا للصنم وواصلا للرحيم وواصلا للرحيم. يكرم الضيوف وينصر الضعيف، من كل سوء حفظ والخير فيما لا فضى، من كل سوء حفظ والخير فيما لا فضى. قد جمعته زيجه في أمنا خديجة، قد جمعته زيجه بأمنا خديجة، وعمره في الأزمنة 25 سنة. قد شهد الفضولا ولم يكن خذولا، وكعبة الله بنى مع قومه معاوينة، مع قومه معاوينة. وهو الذي حط الحجر بعد اختلاف للبشر، قالوا سيقضي بيننا أول من يأتي لنا، فجاءهم محمد رضوا به وأيادوا، ونحن قد راضينا به مسلمين، ونحن قد راضينا به مسلمين. صلى عليه الله مع من شذاه، مع من شذاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبتكم نشيدتنا نساء من النبوة في سيرة سيد الأنام مع حبيبي الغالي عثمان، لا تنسون تشتركوا بالقناة، تكتبوا رأيكم تحت في التعليقات، تعطونا إعجاب وتسمعونا عيالكم.